معنا اتصال الاخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه. بس الشيخ عن العقيقه. سم تفضل. انا كان طبعا ما كنت موظف، ما كان عندي طبعا دخل، ودوني اطفال الله يحفظهم. الان تحسن الوضع. هل اذبح العقيقه عن كل ابن ذبيحتين والبنت ذبيحه دفعه واحده، اما اجزئها كل بعد فترات، يعني كل بعد كم شهر كذا، 3 شهور 4 شهور؟ شكرا لك. على حسب استطاعتك تذبحها، على حسب استطاعتك، وإذا بادرت بها جميعا فهو أفضل وأحسن. نعم.